وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآخاء والآثار. الشيخ، بداية نرحب بك. الجميع يعلم أن المهرجان يعود من جديد في نسخته 32 خلال شهر أكتوبر القادم إن شاء الله. ما هي أهمية استدامة مهرجان البحرين الدولي للموسيقى؟ يعد مهرجان البحرين للموسيقى ركيزة أساسية في الرزنامة الثقافية التي نقدمها للجمهور كل عام، ويهدف هذا المهرجان للاحتفاء بالموسيقى بشتى أنواعها ومدارسها. ونحرص كل عام من خلال هذا المهرجان استقطاب عروض متجددة ومغايرة تعين منا لإتاحة المجال للجمهور الكريم التعرف على الفنون البحرينية في المقام الأول والاستمتاع بالنتاجات الموسيقية المختلفة من حول العالم. استدامة هذا المهرجان لأكثر من 30 عام دليل على ما تليه مملكة البحرين من أهمية لقطاع الموسيقى، والسعي الداعم لتطويره وتكريسه في الحراك الثقافي. نعم، أكيد هناك شيخ أهداف استراتيجية يريد يعني للبحرين أن تحققها بصورة حضارية من خلال هذا المهرجان. برنامج هذا العام متنوع، وتجد الإشارة بتضمين هذا المهرجان الخليجي للفنون الشعبية كما ذكرتم، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، لنؤكد أهمية وجود الأشقاء من الخليج في حراكنا الثقافي، ونثمن كذلك إسهامات السفارات المتعددة في مملكة البحرين في إثراء المحتوى الموسيقي، إذ يؤكد ذلك على الدور المحوري للفنون والموسيقى بشكل خاص في مجلس التواصل والتعريف الثقافات العالمية والاحتفاء بنتاجها الإبداعي. نعم شيخ، فن الصوت البحريني سيكون له حضور أيضا وحضور مميز في مهرجان هذا العام. لماذا يشكل هذا الفن جزء هام من تراث وثقافة البحرين؟ توري الهيئة أهمية استثنائية للفنون البحرينية الأصيلة، وقد تم التركيز على فن الصوت خلال هذه النسخة من المهرجان بعرض استثنائي يقام للمرة الأولى على خشبة مسرح البحرين الوطني، إيمانا منا بجدارة هذا الفن بأن يأخذ مكانته المرموقة التي لطالما حظي بها هذا الفن في البحرين، مستذكرين إسهامات فنانين كان لهم الدور الكبير في تطوير وانتشار هذا الفن المتجذر في البحرين، وحرصنا على تكثيف المواد الإعلامية المصاحبة لهذا الحفل للتعريف بهذا الفن ومميزاته، آملين أن يساهم ذلك في جهودنا المبذولة لإبراز فنوننا بأفضل صورة للمتلقي. نعم، إذن سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا لك.